J'ai fatigué. Il ne peut pas avoir la succès à la cimetière. C'est impossible. Il ne peut pas. Donc, il faut t'aider. Il faut t'aider. لانه ما هوش من ماكينه غادي يبقى ديما خدام 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 مي نو لا فام تي دو ريسبكتي هذه القضيه هذه بزاف وبزاف وعلى انا بعدا جي كونتر لا فام كي حتى لا فام راهي لي فاتيك توت لا جور انتي ترافاي دونك تي دو سافوار بور توا ميم ها انتيا غتفكري تقولي واش انايا كنضر الخدامه وهذا تيجا ملي ما كتبغيش انتيا وجي هو ما مرتاح انتي ما كتبغي دونك كتكون اكزاكتومون نحنا بعدا نوتر في في حياتنا كنا دائما نكسبت انا جامي غوفوزي سيرتو نوتر جينيراسيون ماتت ما نكذبش عليك ما ديما لو ريسبي بور ان نوم والراجل راه محتاج على مرتو الانسان بغا يخلق السعاده راه يخلقها بيديه ماشي بدا نوض الصداع على والو حتى الانسان تيجي عيان وسا ديبون دو سون ترافاي كيس كيل فيكم ترافاي بارفوا يا لوم كي ترافاي فاسيل ما كاين الانسان مسكين كيجي محن دونك هاد عار اللي بغى نكون مشكل من هاد الشيء راه ما كاين حتى شي مشكل والانسان عنده الدراري يصبر عليهم ماشي يبقى بنادم معاك يخلق في الصداع هما في المحاكم هما في هادو الدراري مساكن كيتكرفصوا راه الدراري دابا اللي كيتكرفصوا ماشي هما تيعرفوا عن يا بروبليم ال دوا سي فاسي سي با بيان سا فوالا هو الصبر il doit se porter il doit se connaître il doit se mettre à table il doit régler leurs problèmes au lieu de faire n'importe quoi اللي كيخلي المشاكل بين الزوج والزوجة أن أصلا كيكونوا قبل ما هما عندهم مشاكل كتكون مشاكل مادية وكتكون مشاكل ضغوطات بزاف ديال الحوايج هذا هو اللي كيجعل بنادم أصلا ما كيكونش مرتاح نفسيا في النهار ما كيكونوش متفاهمين على بالك ان غيكونوا في اخر النهار متفاهمين ما كانش ما غاديش اصلا ما يكونوش متفاهمين شي كل واحد بغى يمشي في طريقه بوحدو هذه اسباب ماديه كاينه ماديه وكاينه معنويه راه قلت لك على المشاكل وهي المعنويه كتكون مشاكل ضغوطات بزاف خدمه كيكونوا مثلا الفلوس كيكونوا ما كافيينش انسان كاين اللي ما عنده حتى ما ياكل مثلا في النهار انت كتقيل النهار كامل وانت طالع لك الدم بغيتي تقضي شي حوايج تمشي عند الطبيب بغيت تشري الحوايج بزاف ديال الاغراض عندك وكيفاش انت غادي تكون في الاخر النهار مرتاح حتى على العلاقه ديال بين المراه والراجل ما كيكونوش متفاهمين ما كيبقاش التفاهم اصلا حيت الماده عندها واحد الدور كبير عاد كنزيدوا مشاكل اخرى كاين امراض نفسيه راه عليها هضرنا كاين امراض نفسيه كيكون دابا علاش كثروا هاد الجرائم وهادشي كيكون الدري كيكبر بمرض نفسي حتى كيولي راجل حتى كيتزوج والديه ولا عائلته حتى واحد ما عارف بان في عنده داك المرض النفسي علاش كيكون اضطرابات بينه وبين المراه واخا هي كاينه الماده ولكن التفاهم ما كاينش حيت باقي راه مريض هو اصلا داك السيد راه مريض ولا داك السيده راه مريضه وكيفاش غادي يتزوجوا وكيفاش غيولدوا الاولاد يعني كيولي يعني كيمشي كلشي ضايع كلشي ضحيه هو ووليداته وهي غاديه وكتولي الجريمه وكتولي بزاف د الحوايج هو بالنسبه لهاد الهاتف راه حتى هو خلق واحد المشكل كبير بالنسبه للزوج ولا الزوجه هو كيدخل كيشد التليفون وهي كتدخل كتشد التليفون اين فوا تقدر تكون هي كتهضر مع صاحبتها عادي ما كاينش مشكل كتجي كيبغى يحيد لها التليفون ما كتبغيش كيدخل هو الشك كينوض المشاكل وهو كذلك يمكن على الخدمه يمكن ممكن حنا ما يمكنناش نعرفوا شنو عندهم وكتنوض الصراعات وكينوض الصداع تاع كنوليو في داك الشيء كبير مشاكل كبيره وكيتاثروا الوليدات والوليدات كيمرضوا وهكذا